اخبار اليوم. لكل الناس اللي بتشتكي دايما ان معظم منتجات التجميل والعناية البشرة سعرها عالي، النهارده هنجيب شويه وصفات كتير جدا كلها موجوده في البيت وسعر رخيص جدا ومناسبه جدا لانواع بشره كتير وبتعالج كتير قوي من مشاكل البشره. تعالوا نشوف. اصحاب البشره الدهنيه دايما عندهم مشاكل ان وشهم فيه بقع وفيه حب شباب، وطبعا الموضوع ده بيبقى موضوع مزعج جدا لدرجه ان في بنات ما بترضاش تنزل من البيت بسبب حب الشباب اللي في وشها، لانه بيبقى مظهره صعب شويه وكمان الشمس بتاثر عليهم تاثير سلبي. النهاردة هنعمل وصفة سهلة وبسيطة جدا موجودة في كل بيت، بتخلي الحبوب تنشف شوية وكمان بتساعدني ان انا الافرازات الدهنية اللي في وشي تكون اقل. هنجيب نص ليمونة وهناخد معلقتين عسل نحل، هنعصر نص ليمونة على العسل وهنبتدي نقلبه كويس جدا، وهفرده على وشي طبقة خفيفة جدا على وشي كله، وهاجي على النقط اللي فيها حبوب وازود فيها شويه. يعني مثلا انا حطيته على وشي بست وخمس دقايق فهو نشف، هاجي بالقطنه بتاعه الودان اجي على المنطقه اللي فيها الحبوب احط تاني، وافضل نص ساعه بحط على المنطقه اللي فيها الحبوب بس نقطه من العسل وعليه ليمون. لو وظبت على الموضوع ده مرتين في الاسبوع هيفرق معايا جدا، هحس ان الحبوب اللي في وشي نشفت. بس اهم حاجه، اي وصفه طبيعيه هتسمعيها وعايزه تجربيها لازم تجربيها في منطقه في دقنك الاول او في ايدك عشان ما يبقاش عندك حساسيه منها فبعد كده تعمل لك التهابات، وخصوصا الليمون ان هو لو اي واحده بشرتها حساسه بيأثر عليها تاثير سلبي. فيا ريت كل واحده تجرب اي وصفه طبيعيه في رقبتها الاول او في بطن ايديها عشان تعرف الوصفه دي مناسبه ليها ولا مش مناسبه. وفي النهايه العسل والليمون من الحاجات المفيده جدا للبشره الدهنيه عموما اللي فيها حبوب او اللي ما فيهاش، لانها بتقلل من افرازات الدهون. جربوها كده وقولوا لي رايكم.